لو الحكاية فيها إن فيجو. بنناشد السيد المحافظ ونقول له إحنا بنناشدك الرحمة في مجراء التحرور، لو سمحت تيجي بنفسك وتشوف إحنا اللي عايشين إزاي. إحنا مش عارفين نخش في المجاري، المجاري بتفحى في البيوت وبوت بكهرباء، وعندنا العيال جابها المرض وعاية العيال، ومش عارفين نمشي، ماشيين على طوب وماشيين على خشب. وادي دليل قاطع قدام حضرتك اهو، اتفضل يا باشمهندس تصور. وادي ست كبيره اهي مش عارفين نوديها، مش عارفين نطلعها عند وداها للدكتور. تعال حضرتك كده تصور، شوف الست اهي قاعده اهي، وشوف معلش زي ده زي ابنك وريله من الميه. بص شوف تصور، يا ريت تجيب المنظر بتاع شوف الشقه كده. بتبقى بره كل يوم؟ هتبات فين؟ في حتي ريحه دي النهارده تعبت، دخلوني نططوني من الشباك. اروح فين؟ ومش كاي حد عنده رحمه يرحمنا من اللي احنا فيه ده. مش عارفه تروح للدكتور؟ مش عارفه نوديها الدكتور، مش عارف اخرج، مش عارف اخرج الميه لحد السرير، الميه داخله جوه ايه، واكل وشرب في الشارع بره. شوف حتى البوتاجاز فين؟ انا حتى البوتاجاز اول حاجه هنا لما دخلوني من الشباك. احنا بنناشد السيد المحافظ، بنناشد الرحمه، بنقول له ارحمنا وما تبعدش حد. تعالى حضرتك انت دقيقه واحده كده من كوبري الخشب لحد كوبري انفرس، وشوف الشارع الميه شر البدال.